سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا رب العالمين. الدواليب دي طلبت بفضل الله على الصوره تم تنفيذها وان شاء الله خلصت نجاره بفضل الله. بص هنا القواطيع، القواطيع بتركب كده، ده سوين وقبل حسه بتركب بالظبط على كده كده بالمنظر ده كده. يعني بص دي بقى تحت بتاع حاجه ما شاء الله محترمه جدا، كل القواطيع بعملها بالمنظر ده كده في الشغل، كل شغله كده كده بفضل الله عشان اوفر لك مساحه. بدل ما انا اركب سديبه من تحت هنا، قرب معايا، بدل ما اركب سديبه من تحت كده، لا عملت لك كله بيبقى سحاب بالمنظر ده كده، حفر كده، حاجه محترمه جدا. الدواليب ما شاء الله الادراج ايه؟ كونتر وقبل كاسه، كلها حاجه محترمه. والسحاب اللي تحت اهو ده يعني مساحته كبيره جدا، نتحط فيه وتخزن فيه ويدخل جواه عادي مفيش مشكله. برضه نفس التقسيمه هنا، نزلنا بالارتفاع عملنا هنا لفه الدولاب الكبير كله بسم الله ما شاء الله، حاجه محترمه جدا وممتازه. تقسيمه بسم الله ما شاء الله مميزه. الدولاب احنا كان ده كان سي، وبعد كده حطينا طبقه الام دي اف عشان نضرب فيها اللوتر، بس بقت بالمنظر ده. الضلفه الثانيه هتركب متزوعه قشره وليف، حاجه ما شاء الله ممتازه جدا اهي، مميزه جدا، حاجه محترمه. دي الضلفه الجرار بتاع العجل، العجل كله تركي متزوق من ورا، في الظهر متزوق قشره برضه اهي، عجل نظيف، كل الشغل حاجه محترمه جدا. ده الدولاب اللي فيه الخلع، عملنا هنا الرفوف الاربعه رف هنا، حاجه محترمه جدا، استغلال مساحه محترم. وهنا الخلع هنا معمول الحساب وخالص، حاجة محترمة. معمول هنا الرف برضه معانا، ده سحابة اهو، حاجة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، تحفة. ده الدولاب اللي 2 متر بدون الخلع، نفس النظام عملنا الباكية دي نرفف، ابتدينا في التقسيمة دي طلعت تحفة. يعني عملنا الباكية دي رفوف عشان مساحة الدرج لو كبرت معايا الدرج هيبوظ، عشان الدرج يحمل معايا ما يسقطش ولا يقع من على السكة، المنظر الجمالي ده كده. وبرضه السحابة اهو، حاجة ممتازة جدا بكامل العمق، حاجة مميزة في الشغل. كل التسكيك بلدي، ده الزان تجميع الدولاب في ده، مفيش حاجة فيها براح، مفيش تهويات في الشغل، حاجة بسم الله ما شاء الله الشغل بتاعك كله مصدر اهو على مين، كله يعني حاجة مميزة جدا وحاجة محترمة. كله بص كله متعشم بعضه ازاي، حاجة بسم الله ما شاء الله ممتازة. اي 07 رقم 010-2005-2407 شركه الالوان التشطيبات والديكور. هنا القشره اهي، دي القشره هتبقى باذن الله في التشطيب على لونها بالوضع ده كده، واهو انا اخترت انا من داخل كابينه التشطيبات.